أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سيدي فوزا عظيما. كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا يوم به ازدلف الطغاة أمية كي تشفين من الحسين ضغونا نادى ألا هل من معين لم يجد إلا المحددة الرقاق معينا فهوى على وجه الصعيد مبضعا. واويلا ما نال تغسيلا ولا تكفينا يا وسرى بنسوته على عجف المطر تطوي سهولا بالفلايا وحزايا مثل زينب وهي بنت محمد هي برزت تخاطب شامتا ملعايا نثرت عقيق دموعها لما غدا
يا بمحضرها يقلب لؤلؤا مكنويا، يا هيونا فغدايا بمحضرها يقلب مبسما، إن كان النبي برشفه مفتويا، هيونا تقول وداوي وداوي القلب شاجر على ابن أمي، والله وداوي تضعضع وانهدم صبري، وداوي لا مجروح حتى قعيد، وداوي وداوي ولا غايب وقول عود لي، يا لا غايب وقال يا 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 دلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الآية الكريمة اشتملت على مجموعة من الأبحاث التي ترتبط ارتباط وثيق بما نحتاجه في حياتنا العملية أيها الأحبة. وقبل أن أدخل إلى أبحاث هذه الآية، لابد من المرور على مقدمة نحتاجها في دخولنا إلى بحث الآية. هناك مبدأ وهناك مبحث خلافي بين الإمامية وبين غيرهم، مبدأ اسمه الحسن والقبح. الحسن والقبح إنما توصف الأفعال بكونها أفعال قبيحة أو أنها أفعال حسنة، هل الذي يحدد هوية أن هذا الفعل قبيح أو أن هذا الفعل حسن هو العقل أم الشرع؟ يذهب الإمامية إلى أن مبدأ الحسن والقبح إنما هما عقليان لا شرعيان، أما الأشاعرة وغيرهم يقولون أن الحسن والقبح للأفعال إنما مصدرهما الشرع وليس العقل. بأي معنى؟ بمعنى نحن نقول ما حسنه العقل حسنه الشرع، هم يقولون ما حسنه الشرع حسنه العقل، على عكسنا تماما. احنا نقول أن كل شيء يعتبره العقل حسن الشارع المقدس يثيب عليه ويجازي عليه، وكل شيء العقل يقول عنه أنه قبيح الشارع المقدس يرتب الأثر على ذلك، يعني حكم الشارع متأخر رتبة. والدليل على ذلك طبعا علماء الأصول، علماء الأصول يبحثونها بحث مفصل هذا في دراستنا الحوزوية، هناك ندرسه احنا هذا مبحث، لكن حتى اختصر إليك
يقول من أبسط الأدلة التي يستدل بها على مبنانا نحن الإمامية شنو؟ أن حسن الأشياء وقبحها حتى غير المؤمنين بالله يذهبون إليه. يعني جيب لك واحد بوذي، جيب لك واحد ملحد، تقول له يابا الظلم حلال، الظلم حسن لو قبيح، رأسا شو يقول لك هو؟ هذا شنو دين؟ قال له ما عنده دين، هو اصلا ما عنده دين، هو ملحد، هو ملحد. يقول لك الظلم شنو؟ قبيح. قال له طيب الاحسان الى الاخر، الاحسان الى الناس شنو هذا؟ يقول لك هذا حسن. فالذي ارشده الى حسن الاشياء وقبحها من هو؟ شرع ام دين ام عقل؟ عقل. احسن، خلاص نقطه راسط. هذا اللي اردو اوصل له الى شنو؟ إلى أن كل ما يصدر منا من أفعال، كل فعل يصدر مني لابد أن يخضع علما إلى قانون الحسن والقبح، لأن العقاب والثواب يترتب على شنو؟ على ما حكم به العقل حسنا أو قبحا. أعطيك فد مثال الآن حتى ندخل الآية الكريمة. الآن الضرب فعل لو مو فعل؟ هذا الضرب، أنا أضرب واحد، هذا فعل يصدر مني. هذا الضرب تارة يوصف بكونه حسن وتارة يوصف بكونه قبيح. شلون؟ أعطيك مثال حقيقي نعيش احنا في وسطنا الاجتماعي. اليوم لما أجي لابني وأضربه، أضرب ابني، يقولوا لي يابا أنت ضربت ابنك، هذا الضرب مالتك، تعال خلينا نسألك عليه. يا بيش تسألوني؟ نقول لك لأنه هذا ضربك لو تعاقب عليه لو تثاب عليه، حتى نعرف أنك تعاقب عليه أم تثاب، كن نعرف ما هو الداعي الذي دعاك إلى الفعل. شنو اللي خلاك تسويه؟ شنو اللي خلاك تضرب ابنك؟ شنو اللي خلاك تضرب زوجتك؟ إذا قال لنا أنا ضربت ابني حتى أأدبه، حتى أربيه، حتى أنشئ من خلاله جيل صالح أقومه، يقولوا له هذا فعلك شنو؟ حسن وتثاب عليه. أما إذا ضربت ابني أنا، أو ضربت ومديت إيدي على زوجتي من باب التشفي، أنا جاي هموم وتعبان من العمل، أجيت اقلبت للبيت إلى جحيم، أضرب زوجتي، أضرب ابني، أصيح على هذا، يقولوا لي هذا ضربك شنو؟ قبيح وتعاقب عليه. يا أبا مو أنا أب، إلي سلطة الأبوة. إيه نعم أنت أب، لكن مو أب دكتاتور، مو أب ظلم، الأب إنما شنو؟ يفيض برحمته وحنانه على عياله. يا أبا أنا زوج وإلي سلطة الزوجية، فمن حقي أن أضرب زوجتي؟ لا، مو من حقك، مو من حقك، لأن سوء الخلق هذا اللي يصدر من عندك تجاه عيالك أعد الله له عذابا وأيما عذاب. الرواية تشير هذا المعنى، هذا الرواية كلكم سامعيها لربما. لما استشهد سعد بن معاذ، استشهد في إحدى المعارك، إجا النبي وقف على تجهيزه، وقف على تجهيزه وعلى جسده إلى أن دفن، والنبي صلى عليه ودفنوه. أمه شنو قالت له؟ هنيئا لك، أنت بوجهك إلى الجنة. قالها لا، أوكفي على مهلك، مو قوترة هي، أكو محطات كون يوقف عدها. قالها لابد أن يعذب عذاب القبر. قالت له عجيب، هذا شهيد بين يديك يا رسول الله. قال ابن عم، لابد أن يعذب عذاب القبر، لأنه كان شديدا مع عياله مع أهله. من بعد هالمقدمة خلي تعال نرجع للآية الكريمة. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. المسارعة فعل لو مو فعل؟ نعم هي فعل يصدر من عندي. المسارعة يعني شدة الحركة، السير بسرعة شوية، مشي، لكن مشي شنو يكون؟ سريع، أكون مسرع في مشي. هذا الفعل اللي قاعد يصدر من عندي لما أشد الحركة وأجد المسير بسرعة، هذا أيضا خاضع لمبدأ الحسن والقبح. لأن مرة تسأل لك واحد مهم يمشي بسرعة يدي لحق له على شيء، قل له ها خير أبو فلان، أشوفك طاير، ممكن نحكي؟
وين رايح؟ طاير. شوف أرد ألحق على صلاة الجماعة، ها أرد ألحق على شنو؟ صلاة الجماعة، صلاة الجماعة. أنا قاعد أقول صلاة الجماعة وحضرني فر الشيء الآن، سبحان الله. أين صلاة الجماعة في مساجدنا الآن؟ مساجدنا تشوفها يا دوب بها صفين، مو صلاة الجماعة بها صفين، الطب المسجد اللي قالك بها صفين. ليش؟ دور العبادة، هذا هاي دور النجاة، هذه دور العلم، دور التقوى، أصبحت خالية من عبادها. وتشوف مجالس اللهو والمعصية ايش بيها، ما لك محط رجل بيها، ما لك مكان تحصل فيها للأسف. شوف الناس وين توجهها صار، ابتعد للأسف على كل حال. وفي حين تلقى لك واحد مهم أيضا على العكس، على النقيض مباشرة، ها فلان وين يدي يروح يلحق على فد مكان يعصى الله فيه، يدي يلحق على ربعه حتى هناك يسوون فد عمل فيه معصية فيه غضب لله تبارك وتعالى. فالقرآن يقول، يوجهنا يقول، لما تريد السارع إلى شيء سارع إلى ما فيه رضا الله تبارك وتعالى. القرآن يوجهني إلى طريق يحمد عليه الإنسان إذا سواه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. الآن أرجوكم أنتم الآن، هاي الحسينية العامرة الله يعمرها إن شاء الله بأهلها، موجودة تنشاف بالعين. لما يسألك واحد وين رايح تقول رايح الحسينية آل ياسين، يعني إلها وجود في الخارج، موجودة، شيء موجود بالخارج الناس تجي قصده. لما تقول يا أبا أنا أريد أروح للمدرسة، مدرسة موجودة فلان، مدرسة موجودة، أروح للدائرة الفلانية موجودة، أروح البيت فلان، البيت موجود. القرآن قاعد يوجهني يقول روحوا سارعوا إلى مغفرة. أكو شيء بالخارج اسمه مغفرة؟ أكو شيء مكان بالخارج اسمه مغفرة حتى القرآن يوجهني يقول لي روح له؟ ماكو شيء بالخارج اسمه مغفرة. مثل ما هذا الآن موجود وجود مادي، المغفرة ما لها وجود مادي، إنما المغفرة وجودها ماذا؟ وجودها معنوي، ما لها وجود في الخارج شيء اسمه مغفرة حتى نروح لها أنا وياك. إذن القرآن ليش يقول لي وسارعوا إلى مغفرة؟ هذا علماء التفسير عالجوها هذا السؤال، جاوبوا عليه، قالوا هذا تعبير مجازي. يعني شلون؟ واسألوا القرية، القرية ما تنسأل، إنما نسأل منه أهل القرية. وسارعوا إلى مغفرة يعني وسارعوا إلى أعمال إذا سويتوها تحصلون على المغفرة. أكو أعمال معينة إذا سويتوها تحصلون على صك المغفرة من الله تبارك وتعالى. إذن ما هي الأعمال؟ أكو آراء متعددة. رأي واحد من هاي الآراء شو يقول؟ أن المراد من الأعمال اللي توجب المغفرة هي الفرائض الخمسة، صلواتنا الخمسة، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العصر، المغرب، العشاء. شلون تحصل المغفرة إذا أدى الإنسان فرائضه؟ جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أبين لك شلون يصير. صلى خلف النبي وخلصت الصلاة، قام قعد يم رسول الله، قال له يا رسول الله أصبت ذنبا اليوم، أنا مسوي معصية. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له أصليت خلفنا؟ أنت صليت؟ قال له بلى يا رسول الله. قال له صلاتك هاي أحسنت لها الوضوء أو لا؟ شوف الإشارة هواي حلوة، إشارة فقهية هاي يسموها، أحسنت لها الوضوء أو لا؟ قال بلى يا رسول الله، أحسنت لها الوضوء. قال له إذن غفر الله لك هذا الذنب. يعني الذنب اللي يقع بعد الصلاة اللي قبل الصلاة شو يكون هذا؟ يغفر صلاته، تكون هي سبب للمغفرة، شريطة أن يكون هذا الإنسان المصلي قد أحسن الوضوء لصلاته. يعني النبي يشير لنا إلى معنى أنه يا بدير بالكم على صلاتكم، حافظوا على صلاتكم، حافظوا على وضوءكم، صلاتك كنت أديها بالشكل الصحيح، وضوءك كنت أديه بالشكل الصحيح. معناها يعلمني كيف أتعلم شلون أصلي، شلون أتوضى. ما بيها عيب ولا بيها مستحة أن تجي شيخنا خلي أقرأ قدامك وشوف قراءتي صحيحة لو مو صحيحة، مو عيب ترى أتعلم.
شيخنا خلي أصلي قدامك وشوف صلاتي صحيحة لو مو صحيحة، ممكن أن صلاتي مو صحيحة ما أدري، خلي أتوضأ قدامك وشوف وضوئي صحيح لو مو صحيح، لأن صدقوني على مستوى التجربة أنا سويتها، أنا سويتها على مستوى التجربة مع بعض المؤمنين. يا بتوضأ أو اقرأ الحمد وقل والله أحد، وإذا أشوف أخطاء، أخطاء شائعة. أعطيك في المثال حقيقي حقيقي يعني حقيقي، إحدى المبلغات أيام زيارة الأربعين، أيام زيارة الأربعين مبلغات يحطوهن شنو يأخذوهن بالمواكب، يوزعون بالمواكب على مودي يقعدن يشوفن الزائرين، الزائرات مو يجين يقعدن وياهن يقولهن تعالي اقري الحمد وقل والله، توضي تسألها حتى تشوف الصحح أعمالها، تقول لي هاي إحدى المبلغات شو تقول لي؟ تقول لي سيد من كل 200 بمختلف الجنسيات، وإن كان الزوار أكثرهم عراقيين، هم لأن العراقيين أكثر أهل البلد أكثر يكونون، لكن إيرانية وغير إيرانية وعراقية، فتجي أشكال تسألهن، تقول من كل 100 من كل 100 زائرة يمكن 2 أو 3 صحيحة قراءتها. إذن إحنا شقد بعيدين عن التعلم. فأنا لما أقعد ويا الرجال أقول أبوي أتوضأ أشوف وضوء هذا خطأ، اقرأ الحمد وقل والله أحد أشوف عنده أخطاء، يا بكر أنت ما تعلمت، اسأل، لأن إذا وضوئي أنا باطل صلاتي شو تكون؟ تكون باطلة خلاص. فإذن علينا أن نتعلم، وخاصة المسائل الابتلائية يجب على كل مكلف أن يتعلم المسائل الابتلائية. فالقرآن يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بعد وجنة، يعني سارع للجنة، الجنة ببلاش، وأبواب الجنان قد فتحت للإنسان، فلما لا يستغل الفرص ويستثمر الفرص حتى يوصل للجنة. بعض الأحيان أكو إنسان تعرض عليه الجنة ويدفرها برجله، وأكو بعض الناس يبذل كل ما يريد من أجل الحصول على الجنة واقعا. أكو هيك نموذج وأكو هيك نموذج. هذا واحد عرض بيته للبيع في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمه أبو سمرة، سمرة ابن جندب، هذا سمرة ابن جندب معروف، فد إنسان ناصبي وإنسان حاقد على أمير المؤمنين، أجير، هذا يأجروه كانوا يطوف فلوس، تعال قول هاي الآية نزلت في علي بن أبي طالب، هاي الآية قول نزلت في فلان، يغير كل شيء. هذا سمرة ابن جندب عرض بيته للبيع، اجا مشتري انسان مؤمن خير، اجا يشتري البيت، قال له انا اشتري من عندك البيت، قال له ابيع لك البيت بس هاي النخلة اللي بوسط البيت ما ابيعها، ما ابيعها. فاشتراه كيف، هذا اشترى البيت، من اشترى البيت فرغ له البيت، اجا هذا نقل غراضه وقعد داور هو وعياله، داور بالبيت. في اليوم الثاني ندق عليه الباب، طلع فتح الباب، لان هذا سمرة ابن جندب، هابو يا خير انت مو بعت البيت وتكاتبنا؟ قال له اي بس انا عندي نخله بدي اشوفها، انا طبيعي من النخله مالتي. قال له شوي اعطيني صبر خل اسوي لك طريق. طب سوى له طريق، يا الله نسوان يا الله حريم، سوى له طريق، اجى طب قعد يم النخله، خلى فد ربع ساعه دار وجهه وراح. باليوم الثاني همات دق الباب، لان هذا سمر هابويا، قال له جاي للنخله مالتي. قال له ما يصير ترى هيك، يعني انت يوميه سالب راحتي ويوميه جاي علي، ويوم يومين قام هذا راح للنبي صلى الله عليه وآله، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا أنا اشتريت من عنده بيت وترك النخلة ويومية داق الباب أرد أشوف نخلتي وأرد أشوف نخلتي. أكو طريق، أكو طريق اعتمدوا الفقهاء في هاي الرواية، اعتمدوا الفقهاء، اعتمدوا بي مسلك فقهي، شنو أن رسول الله شنو قال له؟ قال له اقطعها وارمي بها وجهه، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، هاي أسسوا عليها قاعدة الفقهاء. الطريق الثاني من الرواية اللي أنا أحتاجه شنو هو؟ النبي قال له دزلي علي جيب لي، يرويها الواعظ في كتابه الواعظ لكل واعظ ومتعظ، قال له دزلي علي، اجى سمرة ابن جندب قاعد يم النبي، قال له بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنة، بيعني اياها وأضمن لك على الله نخلة بالجنة. زين هذا من يقول لك نخلة بالجنة، خو راح يطب للجنة لو ما يطب للجنة؟
لأن ما دام عنده حق بالجنة الله لا يبعده عن حقه، يجيب الحق. قال له ما بيعها، قال له بعنيها بحديقة في الجنة، قال له ولا بحديقة في الجنة. قام وطلع دار وجهه وطلع. أكو واحد قاعد يم النبي اسمه أبو الدحداح، قام وركض وراه قال له تعال سمرة أوقف أوقف أوقف. قال له أش عندك أنت، هم نخلة وحديقة؟ قال له لا، أنا أنطيك فلوس وطين النخلة. قال له إيه فلوس جيب، حديقة ونخلة ما تصرف لي أنا هالحكي هذا. انطاه أموال اشترى النخلة منه، وإجا إلى رسول الله قال له يا رسول الله أنا اشتريتها منه وهي هبة لك يا رسول الله. فقال له رسول الله لك حدائق وحدائق في الجنة. شوف البشر بعض الأحيان مولانا هيجي أكو نماذج للأسف، وفي حين أكو إنسان ينوي عمل نية نية بالنية يطب للجنة، ترى بالنية أكو من يدخل إلى جهنم وأكو بالنية من يدخل إلى الجنة. النوايا ترى تنحسب، معبالكم النوايا لها أثر ولها دور. نية المؤمن خير من عمله، لربما أنت تنوي أن تقوم بفعل أنت بالواقع ما تقدر تسويه، لكن لأنك نويته تحصل شنو؟ أجر وثواب. أنت ناوي تطلع للحسين وتزور الحسين، عندك نية بداخلك تحب تروح للحسين ونويت الذهاب إلى الحسين، لكن ما عندك القدرة أن تروح، صار أنت حصلت ثواب زيارة الحسين. أي عظمة هذه، أي عظمة. فبعض الأحيان أكو إنسان يصير لعمل بدون ما يدري هو، لكن هو إلى البذرة مالته. شلون؟ إجا واحد من أهل الجبل إلى الإمام الصادق، كل ما يجي من الجبل يمر على الإمام الصادق يزوره. سنة من السنين جمع اشقد ما عنده من أموال وإجا للإمام الصادق، قال له يا ابن رسول الله هالمرة أنا جمعت ايش عندي أموال وجبتها، وأنا ما أعرف أحد هنا إلا أنت، بس أنت أعرفك، وهاي أموالي أعطيك إياها، أعطيك إياها لعلك تستطيع أن تشتري لي بيت أكون جار إليك يا ابن رسول الله على عرفك. قال له خير خليهن فلوسك. راح، وين راح؟ إلى مكة، والإمام أيضا ذهب إلى مكة، وبعدين رجعوا. هذا من رجع من مكة قال خل أمر على بيت الإمام لعله اشترى لي بيت. إجا طب على الإمام سلم عليه قبل أقدامه، قال له يا ابن رسول الله لعلك اشتريت لي دارا. قال له بلى، اشتريت لك دارا في الجنة حدها الأول رسول الله صلى الله عليه وآله، وحدها الثاني حمزة، وحدها الثالث جعفر الطيار. تفاجأ هذا، تفاجأ. قال له بالجنة؟ قال له إيه. وهذا صك بها، طاصك، هذا ما اشتراه جعفر بن محمد الصادق لفلان الجبلي دارا في الجنة حدها الأول رسول الله، وحدها الثاني جعفر، وحدها الثالث حمزة. شاف الصك هذا، قال له زين فلوسي وينهن؟ قال له أنفقتها في وجوه الخير لذرية رسول الله. قال له خير ما فعلت، هو ناوي هيجي؟ ما ناوي، هو يريد لبيت، هو يريد لبيت. راح ورجع وانقلب إلى أهله. من نفس السنة اللي رجع بها إلى أهله تمرض مرض الموت ومرض الوفاة، فهو على فراش الموت وصى أولاده، قال لهم بوية عندي وصية مهمة، إذا متت أنا ودفنتوني ادفنوا وياي هذا الصك، أرد أشوف جعفر بن محمد الصادق يوفي لي لو ما يوفي لي. لما توفي طبقوا الوصية، دفنوه ودفنوا معه هذه الورقة، دفنوها خلوها وياه. في اليوم الثاني رجعوا لزيارة قبر أبيهم، من أجوا يزورونه لقوا رقعة على ظهر القبر قد كتب عليها لقد وجدت ما وعدني به جعفر الصادق حقا. القرآن الكريم من يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، تدرون يا موالين، اسمعوها اسمعوها، تدرون أيها الموالون أنكم في الجنة،
أنتم في الجنة. شلون يعني في الجنة؟ الله يخليك، أكو واحد ما يسأل ربه يقول له يا رب ارزقني الجنة؟ خو كل إحنا نقولها، لكن إحنا ما ندري نحن في الجنة ولا نشعر. تريد تشعر أنك في الجنة؟ اسمع الإمام الصادق يجيب على ذلك. إجا واحد الإمام الصادق قال له يا ابن رسول الله ادعو لي الله بالجنة، ادعي لي أن أطلب للجنة. قال له أدعو لك الله ألا يخرجك عن الجنة. تفاجأ هذا، تفاجأ. قال له وكيف ذلك؟ قال له أما علمت أن ولايتنا هي الجنة؟ هاي الولاية، يا ولاية، الولاية الثالثة يسموها، مو ولاية الثالثة اللي هي الأصل في ذلك، ولاية الله وولاية النبي وولاية علي بن أبي طالب. وجنة عرضها السماوات والأرض، هاي الجنة العظيمة اللي يقول عنها الإمام الصادق في الجنة ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال امرئ قط. لمن أعدها الله؟ يقول أعدت للمتقين. المتقين، المتقي بكل اختصار خل أحكيها، المتقي هو الذي يتطابق قوله مع فعله. المتقي هو من ضرب على نفسه حجابا يمنعه عن المعصية، يكون عنده ورع عن المعصية، يتورع عن الحرام، مو يسوي مستحب على حساب شنو؟ على حساب حرام، ومو يترك واجب على حساب أداء مستحب. ما يصير، لأن بعض الأحيان أكو من الناس هو تلقاه مؤمن لكن يقع في أخطاء يتصورها أنها تقربه إلى الله ولكن هو مسوي حرام ما يدري. شلون؟ أعطيك فد مثالين، أعطيك فد مثالين. المثال الأول، أحد علماء النجف الأشرف في حياته رحمة الله عليه، هذا يعني قديس يعتبر من المقدسين، دعي إلى مجلس عزاء، مجلس تعزية، فراح هو ويا شيخ مرافق له. لما وصل للمجلس مالت التعزية، الباب أجلكم الله هذا الأحذية والنعل كلها موجودة هناك، وهاي الناس يذبن على ويطب، يذبن على ويطب. فالسيد رحمه الله شنو سوى؟ هذا المرجع العظيم شنو سوى؟ ترك نعله هناك وقام يطفر وين أكو فراغ، يطفر منا منا منا. هاي العيون كلها قاعدة تباوع له، ليش هيك يسوي؟ هذا الشيخ وياه هم كلش استغرب لهذا التصرف، مرجع عظيم يطفر من هذا المكان، هذا المكان هذا، يلا طب خلاها في نفسه. هذا الشيخ لما خلص المجلس وبدت الناس تطلع ايضا طلع، اجا قال له مولانا ممكن اسالك سؤال؟ والله درس الي والك هذا، ممكن اسالك سؤال؟ قال له بلا سل. قال له ليش من طبيت قمت تطفر من هذا المكان هالمكان وهالمكان، ليش سويت؟ ابتسم في وجهه قال له ممكن انا اسالك؟ قال له تفضل. قال له حضور المجلس، مجلس الحسين حضوره من اي الاحكام التكليفيه الخمسه؟ واجب، مستحب، حرام، مكروه، مباح، من يا حكم هو؟ قال له مستحب، حضور مجلس الحسين مستحب. جزاكم الله خير، قاعد تحضرون مجلس الحسين قاعد تكرفون ثواب، كرفون ثواب، هذا واقعا. قال له مستحب. قال له زين، أذية المؤمن من أي الأحكام الخمسة؟ قال له حرام أذية المؤمن. قال له أنا ما ردت أسوي مستحب على حساب حرام. قال له شلون؟ قال له إذا أمشي وأدوس على هاي الحذاء وأدوس على هذا النعل وأدوس على هالحذاء، المؤمن اللي يطلع صاحب الحذاء إذا لقاها مديوسة ومعقوشة ووسخة من أثر دوستي عليها، هذا يتأذى لو ما يتأذى؟ وين واصل هذا العالم؟ لأي مرحلة واصل؟ بعض الأحيان إحنا نقع في أخطاء نسوي مستحبات على حساب أننا نقع في إشكال شرعي. هذا واحد. المثال الثاني، السيد عبد الأعلى السبزواري رحمة الله تعالى عليه، أحد أساطين النجف الأشرف، يذكر في تفسيره مواهب الرحمن هذه القصة. يقول في زمن الإمام الصادق أكو واحد مخبوص به الناس، العبد الصالح. العبد الصالح قال خل أشوف هذا العبد الصالح منو هذا الناس مخبوصة به. طلع الإمام شاف أكو واحد ملتم حول الناس،
الإمام وقف يبقى له يجيبهم منا بالحكي، يردهم منا بالحكي، يريد له فرصة حتى يفلت من عندهم، حصل له مجال عافوه وطلع. الإمام الصادق يقول مشيت وراه تبعته، يقول هذا العبد الصالح وقف على خباز يبيع خبز، يقول أخذ يشاغله بالكلام، يشاغله بالكلام طير له قرصتين خبز. قلت هذا العبد الصالح، بس ترى ربما متفق وياه، هو يمكن هو يجوز متفق وياه مني أوقف عندك أخذ قرصتين. الإمام ما أساء الظن به، شوف بالك ما أساء الظن به، قال لعلها معاملة، هو يمكن متفق وياه. طلع من الخباز راح وقف على بقال يبيع فواكه وأشياء، هم شاغله بالكلام شاغله بالكلام، طير لرمانتين، سرق لرمانتين، مشى. يقول الإمام أنا تبعته إلى أن طب على خيمة بها فقراء، خيمة بها فقراء، قاعد يم الفقراء يقطع لهم خبز ويوكلهم، يقطع لهم رمان ويطيهم. حلو هذا لو مو حلو؟ لكن طريقه شنو أعوج، طريقه أعوج. اسمع، اجى الإمام قال له تعال ايش قاعد تسوي، ايش قاعد تسوي؟ قال له ليش انت منو حتى تسألني؟ قال له انا رجل من المدينة. قال له من اي بيت من بيوت المدينة انت؟ من يا عيال، من اهل منو انت؟ قال له من بني هاشم. قال له ها، لعلك جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن ابي طالب، مو انت هذا؟ قال له ايه. قال له وماذا ينفعك نسبك هذا مع جهلك بالقرآن؟ الله أكبر، شنو الجرأة هاي؟ قال له ويحك، أنا جاهل بالقرآن؟ وما الذي جهلته من القرآن؟ قال له القرآن مو يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثله. قال له أنا لما سرقت أربعة أشياء اكتسبت أربع معاصي، من صدقت بهن اكتسبت 40 حسنة، وقع من عدن 4، إذن أنا ربحان 36. الإمام لما سمع قال له ويحك، أنت الجاهل بالقرآن، أنت اللي ما تفهم شيء من القرآن. أنا من أحكي هذا الحدث تدرون، لأنه للأسف هواي أكو نماذج يوقعون بهذا الخطأ، هواي أكو ناس تشتبه ترى يا أحبتي. الإمام قال له أنت لما سرقت 4 أشياء اكتسبت 4 معاصي، لما صدقت بهن اكتسبت 4 مضاعفة، لأنك تصرفت بأموال مغصوبة محرمة. هاي أنت مو تجيب لي أموال من الربا وتجي تطبخ بها للحسين، ما يصير. لو تجيب أموال وتنفقها في وجوه البر، والله أنا أعطي للأيتام، يموت أموالك حرام. الإنسان يكون يراقب تصرفاته. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، يدهم مبسوطة في العطاء، في حالة يسر في حالة عسر ينطون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. خير من جسد الأدب القرآني وخير من جسد الخلق القرآني هم محمد وآل محمد. وتعال شوف هاي المدرسة اللي جسدت لك القرآن على أرض الواقع، هذا إمامنا زين العابدين، يجي يمشي يوقف واحد قدامه يسب الإمام، يسب للإمام، يشتم الإمام، الإمام يدنك، يقول لا تدنك، إياك أعني، أنا أعنيك بالسب. الإمام يشير راسه يقول له أعرف، أدري بيك تسبني، وعنك أغضي، أنا عنك أغض النظر. الإمام زين العابدين هذا الإمام المعصوم، شوف شلون يتعامل ويا جارية يتعامل وياها برقة وبحنان وبعطف وبمحبة. الجارية تصب الماء على يدي الإمام بالإبريق، وقع الإبريق من يدها على رأس الإمام فشج رأس الإمام. الإمام باوع عليها، طالع بوجهها باوع عليها، شافت الإمام باوع عليها، قالت له والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي عنك. قالت له والعافين عن الناس، قال عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين، قالها اذهبي أنت حرة لوجه الله. أي خلق هذا وأي عطف هذا وأي أدب يتعامل به وهي جارية؟ أقول سيدي يا ابن رسول، هيك قلبك، هيك قلبك، قلبك هكذا يدفعك إلى أن تتعامل مع جارية؟ ساعد الله قلبك سيدي، كيف رأيت التعامل مع عماتك وأخواتك؟ شلون كانوا يتعاملون وبعينك تشوف زجر وسب وشتم وصياط على متون زينب وأخوات زينب؟
من أبشع المناظر اللي كان يشوفها الإمام زين العابدين وتشوفها عماته وخواته شنو؟ لما أمر ابن سعد أن يقيدوا بنات رسول الله. شلون يقيدوهم؟ تدري شلون يقيدوهم؟ اسمع اسمع الوصف شلون الوصف. يقول شفت لما خيبنا بنار حرقوها، وشفت قوة اليتامى بساع لموها. هاي كلها بعينه يشوفها الإمام، الله يساعد قلبك. شفت لما خيمنا بنار حرقوها، وشفت قوة اليتامى بساع لموها. ابن سعد اللعين يصيح جيبوها، اللي يصير للحسين بكتر خلوها. يعني يميز بنات رسول الله وحد والغربة وحد. اسمع ليش يعزل بنات رسول الله؟ اللي يصير للحسين بكتر خلوها، يقيدون بحبل كل الأرامل، وإذا هذه علوية قيدوها بسلاسل. يا الله، بنات رسول الله بالسلاسل يقيدوها، والبقية يقيدوهن بحبال. هذا كل شاف الإمام زين العابدين. لذلك لما أذن عمر ابن سعد بالرحيل من كربلاء، وصعدوهن على النياق العجف، ومروا بيهم على جثث القتلى، كل وحدة فاقدة عزيز، كل وحدة فاقدة حبيب على قلبها. هاي ليلة شو تقول للجمال اللي يقود الجمال؟ شو تقول له؟ تقول له يا جمال بالله عليك تاجي على ابن علي حلو المحاجي، خليني اريد اشبع بواجي. اما رمله تقول له يا جمال ابن يا جمال بالله عليك وني كل مردحك جاسم ابني، ما هو رباه المدلل تعبني. اكو امرأة ما راح اقول اسمها، انت يا موالي راح تعرف اسمها من البيت مالت الشعر. تقول له يا جمال ابن يرد وادعى، وانا اردش من احرى ورضعى. عرفتوها هاي المفجوعة، هاي الرباب أم الرضيع. يا جمال ابني يردى وادعى، وانا اردش من احرى ورضعى، من قلبي كاذكرى شي طلعى. كل وحدة قامت تودع عزيزها، خلي نشوف انا وياك زينب شلون تودع الحسين. لما مروا بالنساء على جسد المولى أبي عبد الله، ولا حلها زينب ذلك، أرادت أن ترمي بنفسها من على ظهر الناق. الإمام زين العابدين قال عم ماذا تصنعي؟ قالت أريد أن أودع والدك الحسين. قالها عم إن نزلتي من يركبك بعد ذلك ويدي مقيدتي؟ عم ودع الحسين من على ظهر الناقة. تقول له ودعتك الله يا عيوني، يردون عنك ياخذوني، زجر وخول ليباروني. لكن يا ترى يا مؤمن يصير زينب بس تودع الحسين؟ اكو واحد غالي على قلب زينب لازم تودع زينب، منو هذا؟ تقول له يا حادل ضعن عباس مربي، انا مالي قلب امشي واخلي، اخويا الشفية واعتب علي، وقل للحرم منو لباري. هذه نساؤك من يكون إذا سرت، إلهنا وسيدنا ومولانا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك، وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك،
لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله. اللهم اشف كل مريض، فك كل أسير، أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم من كان في جمعنا المبارك يا ذا طالب حاجة ومن أوصانا الدعاء، اللهم اقض حوائجهم حوائج الدنيا والآخرة، اشفهم واشف مرضاهم بمريض كربلاء زين العابدين، أثبهم لحضورهم هذا نورا في قلوبهم، وإذا توفيتهم نورا في قبورهم. المؤسسون العاملون لخدمة هذا المأتم الشريف، تقبلوا اللهم عملهم بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم مع موتى الحاضرين، أرواح العلماء والشهداء، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.